السلام عليكم. قررت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء محاكمة 36 معتقلا في سجونها. وقال المحامون المتطوعين للدفاع عن المختطفين أنهم فوجئوا بقرار عقد الجلسة في مقر الأمن السياسي، رغم أنهم قدموا طلبات أمام النيابة كان يفترض الفصل فيها سابقا، كحق من حقوق المتهم وإجراء من إجراءات المحاكمة العادلة. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الخبر لنناقشه في محورين: ما قانونية المحاكمات التي تقوم بها الميليشيات بداخل أجهزة الدولة الخاضعة لسيطرتها، وما هو مستقبل القضاء في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات؟ إذن مجدداً، تستخدم الميليشيات عصا القضاء المسيس لخلق محاكمات وصفها قانونيون بالغير دستورية ولا تحمل أي مسوغ قانوني، غير أنها تندرج في خانة الإجراءات التعسفية بحق المختطفين لديها. وبين أجهزة ومؤسسات دولة ما زالت تجير لصالح تحالف الانقلاب في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسلطة الأمر الواقع، تعود الجماعة الانقلابية لممارسة إجراءاتها الأحادية على الواقع السياسي والاجتماعي والقانوني على حد سواء. نتابع التقرير التالي مشاهدينا، ومن ثم نعود لبدء النقاش مع ضيوفنا. بعد حكم وصف بالهزلي أصدره تحالف الانقلاب على رئيس الدولة عبد الرب منصور هادي قضى بإعدامه مع 5 من معاونيه، ها هو التحالف ذاته يمضي في الإجراءات المخالفة للقانون ويبدأ بعقد جلسات محاكمة 36 مدنيا بتهمة تأييد الحكومة الشرعية ورفض إجراءات الانقلاب. البداية كانت بخطاب تحريضي لزعيم الميليشيا يدعو لفرض حالة الطوارئ وملاحقة من وصفهم بالعملاء والمرتزقة وتطهير مؤسسات البلد منهم. المحامون المتطوعون للدفاع عن المختطفين قالوا إنهم تفاجؤوا بوقع إقرار الجلسات والبدء فيها، على الرغم من أنهم قدموا طلبات للنيابة كان يفترض الفصل فيها كحق من حقوق المتهم وإجراء من إجراءات المحاكمة إن كانت عادلة. المحاكمة التي ينوي الحوثيون البدء بها من المقرر أن تعقد جلساتها في مبنى الأمن السياسي الخاضع لسيطرتهم، وهو جهاز بحسب مراقبين يمارس القمع تحت لافتات عديدة لا تحمل صفات قانونية. اتقوا الله في أولادنا لمناشة الصليب الأحمر لمناشة حقوق الإنسان. بعد إعلان الميليشيا تلك الإجراءات تسود مشاعر القلق لدى الآلاف من أهالي المختطفين والمخفيين قسرا في سجون الميليشيا، واعتبار ما يجري مقدمة لتصفية الخصوم تحت ذرائع وحجج واهية. كل شيء في العاصمة بات مختطفا إذن، بما في ذلك القضاء الذي أصبح مسيسا والذي يتم تسخيره لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية، كما هو حال العنف المسلح الذي استخدم منذ بداية الانقلاب على الدولة. ولبدء النقاش ينضم إلينا من الرياض المحامي عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. سيد عبد الرحمن، مساء الخير. مساء النور، أهلا بك سيد عبد الرحمن. يعني بداية، لو تحدثنا عن طبيعة جريان المحاكمة التي تعتزمها الميليشيا، وأين ستتم هذه المحاكمات بحسب ما وصلتكم من معلومات؟ طبعا المحاكمة التي فوجئنا فيها المعتقلين مر على اعتقالهم البعض منهم من سنة إلى سنتين، وأقل شخص معتقل حوالي 9 أشهر أو 10 أشهر. نعم. والآن هؤلاء المعتقلين أخذوا بدون ذنب، هم موظفين وأساتذة ومدرسين خطباء مساجد، وأيضا هناك علماء دين مثل الشيخ نصر السلامي وهو أحد المشايخ جامعة الإيمان. هناك أيضا يعني من الأشياء المهمة التي لابد أن تذكر، أنه جماعة الحوثي والصالح أخذت هؤلاء الأشخاص وكانت تحفظ عليهم مجرد تحفظات، لكنها الآن أرادت أن تستخدم هذا الورقة وقدمته مفاجأة باعترافات، وكان هو يفترض في حال ما إذا كانت هناك اعترافات أن يقدم المتهم مباشرة إلى القضاء بمجرد حصول على الاعتراف. الشيء الغريب انه هناك حوالي من هؤلاء الاشخاص 19 شخص قدم محامون الى النيابه العامه منذ اكثر من عام وعام ونصف طلبات للنيابه يسالوا عنهم، كانوا مخفين قسريا. النيابه عربت عن انها لا تعرف اماكنهم وطالبت من
الأمن السياسي تحديد إذا كانوا موجودين لديه. نعم. ثم أبلغت المحامين أن هؤلاء الأشخاص غير موجودين، لنكتشف مؤخرا أن النيابة العامة في ملف القضية هي من أصدرت الأوامر بإلقاء القبض عليهم وإخفائهم، وهذا يدل على شيء ما يدل على أن هناك تزوير للحقائق بعد أن هؤلاء الأشخاص اختطفوا بطريقة غير قانونية، يأتوا إلى النيابة هذه التي أصبحت جزء من جزء نيابة أمن الدولة، هي جزء من أجهزة الاستخبارات، لتحلل وتصحح هذه الإجراءات وتصدر بتاريخ قديم، يعني لأول مرة يعني في تاريخ في العالم كله القضاء يزور وثائق، القضاء الذي يفترض أن يفضح هذه الإجراءات وأن يحاكم من يرتكب هذه الجرائم، هو من يشرع لها وهو من يعطيها المبررات القانونية، لكن أعتقد أنه هذه الأشياء كلها أصبحت مفضوحة وأصبحت واضحة. نعم. طبعا أنت سألت السؤال حول إجراءات المحاكمة، كان يفترض أن تبدأ اليوم جلسات المحاكمة، لكن بعد أن حصلت ضجة الإعلان وكانت مقرر أن تحدث داخل جهاز الأمن السياسي، بعد أن لوحظ أمس أن وسائل الإعلام تناولتها بشكل واسع جدا ووسائل التواصل الاجتماعي، تم تأجيل الجلسات إلى يوم السبت القادم، وتم تقرير الجلسات في مقر النيابة الجزائية المتخصصة في منطقة بيت بوس. نعم. سيد عبد الرحمن، أيضا كي تتضح الصورة للمشاهد أكثر، يعني ما هي الحجج أو التهم التي وجهت على هؤلاء المختطفين، وما مدى قانونية هذه التهم؟ طبعا التهم متعددة، من ضمنها مساندة العدوان، نقل معلومات للعدوان، وضع الشرائق للأهداف، رغم أن هذه التهم مضحكة. الأهداف التي تستهدف في الأماكن هي إما مواقع عسكرية وإما مقرات الاستخبارات أو منازل فيها إشماعات، هذه لا تحتاج إلى وضع شريحة. نعم. هذه موجودة على الإحداثيات، يمكن بالجوجل أن تصل إلى المكان الذي تريد، يعني لا بالفعل تحتاج إلى أي شيء، لكن هذا غباء، محاولة مفضوحة من قبل من يقدمهم للمحاكمة. نعم. هناك أيضا نقطة مهمة نؤكد عليها، على أنه النائب العام الذي عين من قبل جماعة الحوثي والصالح لا يمتلك أي مشروعية، وبذلك ممثل النيابة العامة، رئيس النيابة، وكيل النيابة، وأعضاء النيابة في الجمهورية اليمنية هم يعتبروا ممثلين النائب العام. عندما تسقط الصفة عن النائب العام أنه لم يعد هناك نائب عام، أو هذا النائب العام غير شرعي. نعم. وغير معترف فيه، في اعتبار أنه النيابة العامة سقطت شرعيتها كامل، وهنا الخطورة أنه يعني هناك إصرار على إتمام المحاكمة برغم الانعدام صفة النيابة العامة في تقديم هؤلاء للمحاكمة، باعتبار أن النائب العام عين بطريقة غير قانونية مخالفة للدستور والقوانين المعمول بها، والتي لا زالت الميليشيات وجماعة الحوثي وصالح تحاكم هؤلاء الأشخاص بناء على هذه القوانين، وبهذه المحاكمات هي تعتبر محاكمات غير قانونية. ابقى معي السيد عبد الرحمن برمان، سأعود إلى ضيفي الآخر لأرحب به، المحامي عبد المجيد صبرة، أحد المحامين المتطوعين في الدفاع عن المختطفين، ينضم إلينا من صنعاء. سيد عبد المجيد، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك سيد عبد المجيد. يعني عن لو تحدثنا عن نقل الجلسات التي كان من المزمع انعقادها في المحكمة الجزائية، يعني كان هناك توجه لنقلها إلى مكان آخر، إلى أين تم نقل هذه الجلسة؟ هو كان هناك يعني توقع صادق، لأنه كانت المحكمة قد عقدت جلسات في مبنى في خاص بها في الأمن السياسي، كان هناك توقع أنها ستكون المحاكمة هناك، لكن لما ذهبنا اليوم صباحا الى المحكمه افادنا انه المحاكمه ستعقد في المبنى الرئيسي اللي هو في بيت بوس، في مبنى المحكمه. يعني كان هناك توقع فقط، لكن لما التقينا بهم قالوا انها ستعقد في هذا المبنى الطبيعي اللي هو حق المبنى الخاص بالمحكمه. نعم، يعني بمعنى انه لا صحه لمعلومات عن ان المحاكمه ستتم في مبنى الامن السياسي. يعني كانت هناك توقعات باعتبار انه المحكمه قد سبق لها ان عقدت. نعم، هو الان اكد انها ستكون في مقر المحكمه في بيت بوس. في بيت يعني نعم، ستكون المحاكمه هناك. نعم، طيب سيد عبد المجيد، اذا ما تحدثنا عن طبيعه المحاكمه التي ستقام، هل كل المعتقلين لديهم يعني محامي دفاع؟ المعتقلين طبعا يعني اثناء حضورنا امام النيابه، يعني الذي تمسك بحقه بحضور محامي كان يتم إبلاغ أهله ويبلغ المحامي الذي سيحضر ويحضر، لكن بعضهم يعني لم يكن يعني يتمسك بهذا الحق، فكانت النيابة تسير بالإجراءات بدون حضور محامي.
نعم، يعني بعضهم حتى الآن لا يوجد لديهم محامي دفاع. نعم، يعني حوالي 19 شخص من ضمن المحامين لم يحضر معهم محامي. نعم، طيب هل حضرتم كل جلسات التحقيق ويعني كيف كانت طبيعة هذه الجلسات؟ يعني هي جلسات طبيعية، بس المثير للاستغراب هو الاستعجال، يعني كانت يعني في الصباح وفي المساء، يعني 5 أعضاء في المساء و3 في الصباح، يعني 36 شخص تم التحقيق معهم خلال فترة وجيزة خلال 4 أيام. نعم، وهذا غير المعتاد، مع انهم يعني هذا الاجراء يعني محبب انه يعني عدم بقاء المتهم فتره طويله في الحبس، لكن يعني كان اجراء غير مألوف لدى النيابه اصلا. نعم، طيب اذا ما تحدثنا عن طبيعه التهم، ما هي طبيعه التهم الموجهه للمختطفين؟ التهم كانت يعني على اساس انه اشتراك في عصابه مسلحه، يعني اعتقد ان هذه كانت يعني التهمه الغالبه على بالنسبه لكل الذين تم التحقيق معهم، انهم اشتركوا في عصابه مسلحه ويعني حددوا اهداف للعدوان، ويعني استهدفوا قيادات حوثيه وامنيه وعسكريه واغتيالات، كانت هذه هي غالب التهمه للاغلب. يعني هذا يقصد بها عصابات مسلحه في صنعاء؟ هذه التهمة اللي وجهت لهم. نعم، فقط هذه هي التهمة الوحيدة أم أن هناك تهم أخرى وجهت؟ يعني هذه هي التهمة الغالبة مع كل من تم التحقيق معهم. نعم، إذا ابقى معي سيد عبد المجيد صبر، أحد المحامين المتطوعين عن الدفاع عن المختطفين. سأعود إلى ضيفي الآخر من الرياض، المحامي عبد الرحمن برمان. سيد عبد الرحمن، يعني قلتم أن محامون المختطفين يعني فوجئوا بقرار عقد الجلسة وبدء إجراءاتها على رغم أنهم قدموا طلبات أمام النيابة كان يفترض الفصل فيها، ما هي طبيعة الإجراءات تلك وهل تعد المحاكمة بشكلها العام قانونية؟ أعتقد أنه من خلال ما خصوصا ما ذكره الأستاذ عبد المجيد الآن 36 متهم يعني تم التحقيق معهم خلال 3 أيام، وكانت النيابة العامة تعقد جلسات في الصباح وفي المساء. هناك يعني توجيه سياسي للإسراع بهذه الجلسات، هناك رسالة سياسية يراد أن توجه، لا يوجد أي يعني القضية ليست قانونية وليست قضائية. الآن هذه المحكمة وهذه النيابة تستخدم من قبل جماعة صالح وجماعة الحوثي، نعم، من أجل توجيه رسائل سياسية للخصوم، حكم على رئيس الجمهورية السابق بالإعدام بتهمة مخزية أنه أنتحل صفة رئيس الجمهورية. يعني من هو رئيس الجمهورية الذي انتحل صفته يعني حتى يحاكم بهذا الحكم ويصدر عليه حكم إعدام؟ اليوم أيضا 36 يعني متهم، أيضا علمنا أنه هناك دفعة جديدة وهم الصحفيين، هناك 9 صحفيين تقريبا سيحال ملفهم إلا لم يكون قد يحيل إلى النيابة، وربما يكون خلال الأسبوع القادم سيقدموا للمحاكمة. هناك إجراءات تسير بشكل كبير، محاولة لإظهار نصر. يعني لديكم معلومات حول أن الصحفيين المعتقلين لدى الميليشيا هناك توجه لإقامة جلسات محاكمة بحقهم؟ نعم، هناك معلومات مؤكدة بالمعلومات من النيابة أنه الملف قضيتهم ربما يكون قد يحيل، يعني سيسلمها النيابة وقد يحيل من قبل، يعني من رمضان العام الماضي ونحن يعني سنة وصل للنيابة، وكانت النيابة قد رأت الإفراج عنهم وقررت الإفراج عنهم، ثم جاءت التوجيهات نفس هذه النيابة ونفس هؤلاء الأشخاص، هؤلاء القضاة أعضاء النيابة الذي حققوا في القضية سابقا وقرروا الإفراج عن هؤلاء الصحفيين وكانوا وعدوا بالإفراج أهاليهم للمحامين، اليوم سيقدمونهم للمحاكمة، وهذا يدل على انه هذه المحكمه هي محكمه تتبع امن الدوله، لا تقوم باي اجراءات قضائيه وانما اجراءات سياسيه واجراءات استخباراتيه، تتلقى تعليماتها وتصدر الاحكام بحسب ما هو مطلوب منها وليس بحسب ما يقرره القانون والنظام. نعم، طبعا سيد عبد الرحمن، يعني حسب السيد عبد المجيد هو يقول ان يعني ما كان توقع ان الجلسات ستقام في مبنى الامن السياسي، هناك تاكيد بان الجلسات ستكون في المحكمة في بيت بوس. إذا بين هذا وهذا، إذا ما تم يعني في الأخير عقدت الجلسات في مبنى الأمن السياسي، ما هي الانعكاسات الحقوقية خصوصا على المعتقلين إذا ما تمت هذه المحاكمة في هذا المبنى؟ يعني الإجراءات التي تتم داخل جهاز الأمن السياسي هي طبعا أولا لن يتمكن كثير أغلب آباء وأقارب هؤلاء المعتقلين من حضور الجلسات، سيكون هناك ايضا منع الوسائل الاعلام من الدخول، ستكون اجراءات يعني شيء مخيف، يعني تخيل محامي داخل ومتهم سيحاكم
في الجهة التي مارست عليها الانتهاك، في الجهة في المقر على بعد أمتار من الزنزانة التي تعرض للتعذيب، الذي تعرض للسحل، كيف سيكون يعني نفسيته، وكيف سيتحدث مع القاضي؟ سيكون في حالة من الرهبة ومن الخوف. أنا أؤكد على أنه جلسات المحكمة كانت ستعقد داخل جهاز الأمن السياسي، والدليل على ذلك أن كان مقرر أن المحكمة اليوم ستعقد. نعم. فبعد أن حصلت الضجة أن المحاكمة ستتم داخل جهاز الأمن السياسي وحصلت تعليقات كبيرة ورد إعلامية، تأخروا الجلسة لأنه هناك إجراءات أمنية، يعني لا يستطيع أنه توفير إجراءات أمنية خلال ساعات لنقل 36 متهم. أخرت إلى يوم السبت كي تعقد في الجلسة حتى تتم ترتيب الإجراءات الأمنية بعد أن انتهت يعني الخطة اللي كانت أنها تعقد داخل الأمن السياسي. خلاص تتوقع استمرارها يعني إذا ما حدثت هذه الجلسة يوم السبت، هل بالفعل ستقام في الأمن السياسي أم تتوقع أنهم يعني بفعل هذه الحملة التي تمت يعني أنهم سيعملون على نقلها إلى محكمة بيت بوس؟ لا، ستعقد في محكمة بيت بوس في المقر الرئيسي للمحكمة، لكن أنا أؤكد أن المتهمين السابقين حكموا داخل الأمن السياسي ولم نعرف عنهم شيء. يعني حصلت الجلسات المحاكمة ولم يعني كثير من المتهمين ربما قد صدرت عليهم أحكام ونحن لا نعلم ما الذي صدر من هذه الأحكام. يعني هناك نحن أمام محاكم تفتيش، يعني ما يحدث اليوم نحن أمام تذكرنا بمحاكم التفتيش التي أقيمت في العصور الوسطى في أسبانيا وفي أوروبا. ويعني نحن نعود في العالم كله يتقدم ويوفر إجراءات قضائية وقانونية تحمي المتهمين، وخصوصا في حالة المحاكمات السياسية وفي حالات الحروب لابد أن تكون هناك رقابة دولية، لابد أن تكون هناك شفافية عالية من قبل القضاء الذي يصدر الأحكام. بل أنه كثير من الدول عندما تحاكم في مثل هذه الإجراءات السياسية تستدعي، هي الدول نفسها تستدعي محامين للمتهمين من دول أخرى وتسمح لهم، كما حدث مع صدام حسين، حضر من كل يعني من كثير من بلدان العالم، حضروا ودافعوا عن صدام حسين. أيضا في كثير من البلدان يعني في المحاكمات السياسية كان يسمح للمنظمات الدولية أن تحضر حتى يعلنوا أنه هناك يعني يحاولوا يعني تمرير هذه الإجراءات، إما أن يكون هناك نزاهة حقيقية في القضاء، وإما أن يكون محاولة للقضاء ليبرر أنه قد ترك أعطى حق الدفاع لهؤلاء المتهمين. نحن نقول أنه هؤلاء المتهمين أخفوا أكثر من سنتين وتعرضوا للتعذيب، يعني لا يوجد معتقل من هؤلاء لم يتعرض للتعذيب، وأنا أؤكد هذا الكلام مشروع عن هذا الأمر. نعم. ثم بعد ذلك يأتي هذا القاضي ويقف أمام شخص تعرض للتهذيب والتعذيب وأنت بحقك، ويصدر عليه حكم وهو لا يستطيع أن ينتزع حقه ولا يستطيع أن يحقق مع من قام بهذه الجريمة، والنيابة العامة مكلفة يعني بقوة القانون عن في قضايا التعذيب من الجرائم الجسيمة أن تحقق فيها بمجرد علمها، ولا تحتاج حتى إلى بلاغ أو إلى شكوى من الشخص. نعم. الذي تعرض لهذا الإنكار. نعم سيد عبد الرحمن، ابقى معي، أعود إلى ضيفي الآخر بسؤال أخير السيد عبد المجيد صبرة. سيد عبد المجيد، إذا ما فعلا بدأت جلسات المحاكمة بحق المختطفين، يعني هل سيسمح لكم أنتم بالحضور كمتطوعين في الدفاع عن المختطفين؟ يعني بالنسبة لنا قد تم توكيلنا من البعض أثناء فترة التحقيق، وأكيد سيسمح لنا بالحضور، يعني هذا من المؤكد أنه لم يسبق أنه تم رفض محامي بالحضور، يعني هذا هو المفترض يعني الطبيعي للأمور أننا سنحضر، يعني إذا كان هناك إجراء الله أعلم، لكن هو يعني الواقع أننا سنحضر، يعني ما فيش أي مؤشرة لمن أنا للحضور. نعم، لا يوجد ما يوحي يعني التضييق عليكم أو عدم الحضور إلى هذه الجلسات. لا يوجد، يعني لا. نعم. ما فيش شيء يعني يوحي بأننا سنمنع من الحضور، لا يوجد. نعم، إذن أشكرك جزيلا السيد عبد المجيد صبرة، أحد المحامين المتطوعين في الدفاع عن المختطفين لدى ميليشيا الإنقلاب. سينضم إلينا أيضا من صنعاء أو سينضم إلينا من القاهرة المحامي والناشط الحقوقي السيد فيصل المجيدي. سيد فيصل، مساء الخير. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك سيد فيصل. يعني إذا ما تحدثنا يعني من عن الناحية القانونية، كيف تنظرون أنتم لقيام هذه الميليشيات بعقد جلسات محاكمة ل36 من المعتقلين في سجونها؟
نعم، هذا الأمر حقيقة يدل على أن الجانب القانوني في الأساس مزاح تماما من الفكر الحوثي، كل ما هنالك رغبتهم فقط في عمل إجراءات تشكيلية، وإلا أنت تحدثني عن معتقلين مختطفين منذ تقريبا البعض منهم سنتين والبعض أقل، تزيد أو تنقص هذه الفترة الكبيرة معلوم بأنها غير جائزة قانونا وتبطل كل الإجراءات السابقة. لدينا إجراءات محددة في الدستور ب 24 ساعة يتم من خلال إصدار أمر قضائي بعد إجراء تحريات واضحة وجدية، وإذا ما ثبت بعد ذلك يمكن تقديم الشخص للنيابة ومن ثم القيام بإجراءات ورفع ذلك بقرار اتهام بإجراءات عادية، وهذا الأمر له أمكنته ومحلاته. النيابة العامة معروف مكانها يعني كجانب مدني، بعد ذلك يتم إحالة الموضوع إلى المحكمة. أما أن يتم وضع هؤلاء في أقبية السجن وبعد ذلك يعني التحقيق معهم كأنهم في الأمن السياسي ثم بعد ذلك يجري محاكمتهم في نفس المكان، فكأنك أمام محاكمة بوليسية أمنية، ومن ثم لا يمكن التعويل على هذه المحاكمة، هي باطلة، باطلة الأثر، منعدمة يعني الصلاحية القانونية، ولا يمكن أن يترتب عليها أي ما يمكن أن نطلق عليه أحكام. ثم أن هناك خلل الآن، إذ أنه تم عمليا إقالة النائب العام المعين من رئيس الجمهورية وقيام باستبداله بنائبين عامين، وحتى في ظل سلطة الحوثيين أصدرت المحكمة ببطلان تعيين النائب العام هذا البغدادي، وأيضا قيام الميليشيا بالسيطرة على مجلس القضاء الأعلى وبالتالي إدارتها للقضاء بأسلوب ميليشاوي سلطوي. لا يمكن التعويل مطلقا على سلطة قضائية، أنت تتحدث الآن على سلطة كهنوتية تصدر أحكاما على أشخاص سياسيين، الأمر فقط يراد تغليفه بغلاف شكلي قانوني، ومن ثم لا يمكن الحديث عن أي إجراءات قانونية ولا يمكن مناقشة الموضوع بهكذا مستوى. كل ما يمكن القول أن هناك مختطفون جرى تعذيبهم، يجري الآن محاولة فقط إلصاق يعني الحكم السياسي المراد من خلال الميليشيا لا غير ذلك. نعم سيد فيصل، سأعود إليك، دعني أذهب بسؤال أخير إلى السيد عبد الرحمن برمان عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان. سيد عبد الرحمن، يعني أنت كعضو في اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ما هي صفة هذا الإجراء بحسب التوصيف القانوني للجنة الوطنية؟ أنا أتحدث الآن يعني كمحامي وكقانوني، ولا أتحدث باسم اللجنة الوطنية في هذه الأمر، لأن اللجنة لم تتلقى أي بلاغ أو شكوى في هذه القضية حتى تجري تحقيق أو تصدر فيها أي فتوى قانونية. لذلك دعني أتحدث عن يعني بصفتي كمحامي. نعم، لكن بحسب التوصيف القانوني للجنة كيف تنظرون إلى هذه المحاكمة؟ نحن لا نستطيع، لا نصدر أي يعني تصريحات في أمر إلا بعد أن نطلع عليه بصفة رسمية ونتداوله ونجري فيه تحقيق كامل، ثم بعد ذلك يصدر يعني قرار من قبل اللجنة توصف هذا الأمر من الناحية القانونية وتوصف هل يعد جريمة أم أن الإجراءات عادية وغير طبيعية. لكن نحن عندما نتحدث من ناحية قانونية كمحامين، كما ذكر الأخ فيصل، أنه الإجراءات هذه هي إجراءات منعدمة، هذه الأحكام ليس لها أي شرعية وليس لها أي قانونية وليس لها أي أثر قانوني، هذه فقط هي رسالة سياسية، محاولة لنصر سياسي أمام يعني خصوصا في ظل وضع سياسي متأزم لدى الطرف المتواجد في صنعاء، يحاول أن يحقق انتصارات عن طريق القضاء. ونحن نأسف كثير أن القضاء تحول إلى أداة من أدوات القمع، إلى أداة من أدوات الصراع السياسي، كنا نتمنى أن تظل المؤسسة القضائية بعيد عن هذه المهاترات السياسية، لكنها اليوم يعني حصل هناك سقوط كبير جدا، وحصل هناك أيضا خلل كبير في المؤسسة القضائية، وحصلت تدخلات وفصل قضاء ونقل قضاء ورقي قضاء من قبل جماعة مسلحة استولت على السلطة يعني، وهذا الأمر مؤسف. وبذلك تكون الأحكام التي تصدر خصوصا في القضايا السياسية وفي القضايا تعتبر ليس لها أي أثر،
وربما يعني اعتقد انه ستكون الايام القادمه في حال ما اذا حدثت المصالحه السياسيه او حدث الحزم العسكري ستكون هذه الاشياء هي تعتبر من التاريخ تتوثق كتاريخ عن ما حدث في اليمن في هذه الفتره التاريخيه العصيبه. اشكرك جزيلا المحامي عبد الرحمن برمان عضو اللجنه الوطنيه للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان. اعود الى ضيفي الاخر السيد والمحامي والناشط الحقوقي السيد فيصل المجيدي. السيد فيصل، ما الذي يمكن ان تفعله انتم كحقوقيين ومحامين للوقوف امام مثل هذه المحاكمات المنافيه للقانون اليمني والدولي؟ يا صديقي، ما الذي يمكن ان تعمله المنظمات؟ كل ما تستطيع ان تقوم به فقط اصدار بيان توضح الحقائق. انت تتحدث عن جماعه قامت بكل ما يمكن حقيقه اعتباره لغوا، كل ما يمكن الحديث عن أنه لا يمثل شيء من الناحية القانونية. إذا ما تحدثت عن اختطافات لأناس ماتوا تحت التعذيب، يعني التحالف اليمني تحدث عن قتل 51 شخص في السجون ووفاة أكثر من 106 تحت التعذيب، ومن ثم بعد ذلك هل يمكننا التعويل أو الحديث أو مناقشة؟ حتى أنا أعتقد أن مجرد مناقشة قانونية هذا الإجراء في الأساس يعتبر غير ليست مناقشة صحيحة ولا جدية. أنا أشكر حقيقة قناة بلقيس لأسيارة هذا الموضوع عبر برنامجكم، هو أمر في غاية الأهمية لكي يطلع الناس عما يمكن أن يتحدث به هؤلاء من إرادة اغتصاب السلطة القضائية بقفازات قانونية يرون من خلالها يعني التعويل على أنهم يقومون بالقضاء. لو كان هناك ثمة عدالة حقيقية لما أصدر هذا القاضي الذي سيحاكم هؤلاء الأشخاص حكما بإعدام رئيس الجمهورية وأشخاص سياسيين هم في الأساس محصنين، ومن ثم لا يمكن أن تتحدث عن أناس مدنيين يتعرضون يعني كافة صنوف التعذيب وتمنع عنهم زيارة الأهل والأقارب. يعني بالأمس أتت الذكرى الثانية لي اعتقال وإخفاء الإخفاء القسري للقيادي السياسي محمد قحطان ولم تمكن أسرته من زيارته. يعني للأسف الشديد دعني أطرح مقارنة، للأسف الشديد لم نكن نريد أن نلجأ إليها، على الأقل في دولة كإسرائيل التي ينادي بهؤلاء بالموت لها ليل ونهار يسمحون لأسر الضحايا بزيارة. بل أن محمد قحطان يعني لا يعرف ما مصيره حتى الآن، حتى يحدد أن أسرته لم تستطع زيارته، يعني إلى الآن لا أحد يعرف ما مصير هذا الرجل. هذه إنما جريمة إخفاء قسري صديقي، وهي من الجرائم ضد الإنسانية التي لا ينبغي حقيقة أن تستمر بهكذا تداعيات. هذا الأمر بالفعل فيه فشل للأمم المتحدة، فيه فشل للمجتمع الدولي الذي كان يصدعنا ليل نهار في حالة القيام بأي عمل أو انتهاك لأي ناشط. الآن يقتل الناشطون في السجون، يتم إخفاء، لا نعرف مصير الكثير منهم. يعني إشكالية كبيرة حقيقة تحاط بأداء الأمم المتحدة، وهي التي يفترض بها وفقا لقانون إنشائها وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان أن هناك مفوضية حقوق الإنسان يجب أن تتابع هذه الاعتقالات. لكن ما يحصل هو محاولة بالفعل يعني التغاضي عن كثير من هذه الأفعال أو الحديث عنها بطريقة تؤدي كأنما هناك إسقاط واجب وليس حقيقي إلزام حقيقي بالكشف عن هذه الانتهاكات. يجب على الأمم المتحدة بالفعل أن تطلع بدورها، وإلا حقيقة لا يجب أن تسمى بهذه التسمية، ولا يجب أن يستمر أولئك الذين في منظمتها باستلام مرتباتهم الباهظة تحت عناوين الدفاع عن حقوق الإنسان. الأمر يا أخي الكريم حقيقة تعدى الجانب الحقوقي وبدأ بقفازات سياسية للأسف. ربما أنها بعض هذه المنظمات كانت تقوم بعمل غير متوازن مطلقا من خلال يعني إعطاء نوع من المدارة عن هذه الأفعال أو عدم القيام بأعمال جدية. نعم، إذن أشكرك جزيلا المحامي والناشط الحقوقي فيصل المجيدي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا جزيلا لك. كما أشكر في الختام ضيوفي، كان معي المحامي عبد المجيد صبرة أحد المحامين المتطوعين في الدفاع عن
المختطفين لدى ميليشيا الانقلاب في صنعاء. والشكر أيضا للمحامي عبد الرحمن برمان، عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، كان معنا من الرياض. وأشكر أيضا المحامي فيصل المجيدي. ختاما مشاهدينا، تقبلوا تحياتي وتحيات معد حلقة الليلة الزميل محمد عبد المغني، وهي أيضا من جميع أفراد طاقم العمل. حتى أن نلتقي في حلقة قادمة، أترككم في رعاية الله وحفظه.